السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم كما وعدناكم في الحلقة الماضية عن عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب. سنتكلم اليوم عن ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم. حقيقة ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم يسمى طبيا القاتل الصامت. لماذا قاتل ولماذا صامت؟ أولا قاتل لأنه سيؤدي بالتأكيد في حال عدم انضباطه إلى مشاكل كبرى تؤدي إلى الموت، منها النزف الدماغي ومنها السكتة القلبية ومشاكل أخرى. ولماذا صامت؟ لأنه لن في عند كثير من المرضى لا يتم تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني إلا صدفة أو بعد إعطائه اختلاطات كبرى كالنزف كما تكلمنا وكالسكتة القلبية. 70-80% من الإصابات في ارتفاع التوتر الشرياني للأسف يتم تشخيصها صدفة في مجتمعاتنا عن طريق الفحص الروتيني أو نتيجة مراجعة الطبيب لأمر آخر. الضغط الشرياني منتشر جدا، واسع جدا، يقسم إلى ارتفاع ضغط شرياني أساسي، هذا عادة ليس له أسباب واضحة ومحددة، وهذا يشكل 90% من ارتفاع الضغط الشرياني وتلعب الوراثة دور كبير فيه. الأمر الثاني هو ارتفاع التوتر الشرياني الثانوي، وهو يكون ناتج عن مشاكل أخرى في الجسم مثل في بعض الأورام الهرمونية، في تضيق شرايين الرئوية الكلوية ومشاكل أخرى. طبعا ارتفاع التوتر الأساسي هو يصيب الأعمار كافة وخاصة الأعمار الكبيرة، أما ارتفاع التوتر الثانوي يأتي في أعمار مبكرة، قد يأتي في العمر 15 و20 و25 سنة. لذلك أي ارتفاع توتر شرياني مبكر يجب أن نعتبره ثانوي حتى يثبت العكس، يجب أن نبحث عن أسباب أخرى لوجود هذا الضغط، لأنه عدم معالجة السبب الرئيسي سيبقي المريض في دائرة الضغط واختلاطات الضغط، ولن يجعل الطبيب يستطيع أن يضبط هذا الضغط الشرياني. طبعا الضغط الشرياني ليس كل من قاس ضغطه وطلع مرتفع فورا يجب أن نقول له أنه ارتفاع ضغط شرياني، يجب أن يكون هناك أكثر من قياس في أكثر من وقت أثناء النهار. يجب المريض أن يكون في حالة راحة بعيد عن المنبهات، دون شرب قهوة أو شاي، دون أكل ملح، دون وجود توتر نفسي. فيجب أن وقتها يجب أن نأخذ قياس الضغط. يجب أن يكون قياس الضغط المشخص أو الذي سيعتمد عليه العلاج من قبل الطبيب مباشرة. يجب أن الطبيب لا يعتمد في قياس الضغط على أي أحد آخر، سواء على في البيت أو خارج البيت. عندما يصبح الضغط الشرياني، مقاييس العالمية، هناك عدة تصنيفات لارتفاع الضغط الشرياني من منظمة الصحة العالمية، وهناك عدة أرقام، بعضهم يعتبر أنه تجاوز هذه الأرقام يعتبر ضغط شرياني، بعضهم طبعا الموضوع في مجال واسع للاختلاف أو للقرار. بشكل عام، أنا بشكل مبسط الأمور، أي ارتفاع للضغط الشرياني الانقباضي، لأن هناك ضغط انقباضي وانبساطي، يعني الأعلى والأصغر، أكثر من 140 مليمتر زئبقي، أو الضغط الانبساطي أكثر من 90 مليمتر زئبقي، أو كلاهما، يعتبر ارتفاع ضغط شرياني حتى يثبت العكس. طبعا تختلف الأمور، يعني مريض المصاب بأمراض أخرى نعتبر الحد الأعلى عنده يجب أن يكون أفضل، مريض السكري يجب أن لا يتجاوز 130، مريض الكليتين يجب أن لا يتجاوز 130، لكن عم نحكي بشكل عام الرانج هو بين 140 و90 مليمتر زئبق. في حال تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني المريض يجب أن يلتزم في العلاج، لأنه ارتفاع الضغط الشرياني هو أول عامل خطر في إصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية المحيطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.